السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحه العظام والعنايه بالقدم والقدم السكري. كلنا نعرف مرض السكر، وكل بيت تقريبا فيه مريض سكر، لكن مش نعرف ان حوالي 5 سكان الخليج بيعانوا من مرض السكر، وان عدد المصابين في مصر من السكر حوالي 8 مليون شخص، وان عدد المصابين في العالم حوالي 300 مليون شخص مصاب بمرض السكر في العالم، وان حوالي 20% من مرضى السكر بيصابوا بالقدم السكري. كمان 4 مليون حالة سنوية بتصاب بقرحة القدم السكري، وإن كل 20 ثانية بيتم عملية بتر بسبب السكر. كمان محدش يعرف إن 85% من مشاكل السكر الخطيرة والمضاعفات ممكن حلها وممكن تجنبها عن طريق طرق الوقاية وطرق الحماية والعناية بقدم مريض السكر. علشان كده حبينا نقدم الكورس ده أو دورة العناية بقدم مريض السكر، علشان نشرح فيها طرق الوقاية والحماية والعناية، ونعرف مريض السكر إزاي يتجنب مشاكل هو في غنى عنها، وكمان إزاي يفحص قدمه خطوة خطوة علشان يكتشف أي مشكلة من البداية، وإزاي يعالجها وبالتالي يقلل المضاعفات والخطورة اللي ممكن تحصل لقدمه. لو حبينا نعرف مين المستفيدين او مين اللي ممكن يستفادوا من الكورس ده، هنلاقي اول حاجه كل مرضى السكر او الناس اللي معرضين ان يجي لهم سكر، تاني حاجه كل الناس اللي في عيلتهم مريض سكر، وكمان كل الناس اللي بتاخد علاج سكر سواء اقراص او حقن، كمان كل الناس اللي عندهم السكر بقاله مده طويله، كمان كل الناس اللي عندهم ضعف في الدوره الدمويه، وكل الناس اللي عندهم ضعف او التهاب بالاعصاب الطرفيه. ممكن كمان الدكاترة المهتمين بموضوع القدم السكري، وكمان الممرضات اللي بيعتنوا بأقدام مرضى السكر برضو ممكن يستفادوا من الكورس ده. في الكورس ده هنتعلم حاجات كتير جدا، عملناها في حوالي 19 محاضرة، والكورس ده مدته حوالي 3 ساعات بالظبط. في الكورس ده هتتعلم حاجات كتير. اول حاجة ايه هو القدم السكري، وامتى يصبح مريض السكر مصاب بالقدم السكري، يعني ايه الاعراض والعلامات للقدم السكري، كمان المراحل اللي بيمر بيها القدم السكري من المرحلة البسيطة حتى مرحلة البتر، وكمان ليه مريض السكر اكتر عرضة لمشاكل القدم السكري عن غيره من المرضى، وليه علاج القدم السكري بيفشل في معظم الاحيان، وايه هي الاسباب والعوامل اللي ممكن تسبب حدوث القدم السكري، وإزاي مرض السكر بيأثر على القدم وبيعمل القدم السكري، وإيه هي ميكانيكية حدوث القدم السكري، وإيه هي طرق الوقاية من القدم السكري. كمان هتتعرف على طرق الحماية وطرق العناية بقدم مريض السكر، وإزاي مريض السكر يفحص قدمه يوميا وبيفحص علشان يشوف إيه، وأنواع القروح والجروح اللي ممكن تحصل لقدم مريض السكر، وإيه طرق العلاج للجروح دي والقروح دي، وإمتى مريض السكر يزور عيادة القدم السكري ويشوف طبيب القدم، وإيه هي أنواع الغرغرينة اللي ممكن تحصل من السكر اللي هي غرغرينة القدم وطرق الوقاية والعلاج. كمان هنتعرف على خطورة السكر والقدم السكري ببعض الإحصائيات المهمة جدا. كمان هنتعرف على العادات الخاطئة اللي مريض السكر بيعملها يوميا وممكن تدمر رجليه. لو عايز تشارك في الكورس ده هتلاقي رابط الاشتراك تحت الفيديو ده على طول. سعر الكورس ده كنا بنقدمه قبل كده ب 1800 ريال سعودي، لكن أصبح دلوقتي الكورس سعره 100 ريال بس لمدة أسبوع فقط، وبعد أسبوع هيرجع لسعره الأساسي. لو حابب تشتري الكورس ممكن ترسلني على الواتس الرقم ده أو على الإيميل برضو ده، وهعرفك إزاي تشتري الكورس، إزاي تدفع، وهنوصل لك الكورس إزاي عن طريق إن إحنا بعد تسديد مبلغ الكورس بنرسل لك الكورس في صورة ملف تقدر تنزله على الكمبيوتر عندك، عن طريق إن إحنا بنرسل لك رابط معين بتقدر تنزل الكورس كله على الكمبيوتر وتشوفه في أي وقت. محتوى الكورس كله محمي بحقوق الطبع والنشر. بنتمنى يكون الكورس مفيد ليكم، أو حتى ممكن ترشحوه لأي مريض سكر. ونتمنى ليكم الصحة والعافية، وإن شاء الله إلى مزيد من الكورسات المفيدة. وياريت تكتبوا لنا تحت الفيديو إيه الكورسات الطبية والمفيدة اللي حابين نتكلم فيها. كان معاكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.